عاجل حالة طوارئ في مصر بأمر من الرئيس السيسي، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وبرلمان يرد على رسالة رئيس وزراء إثيوبيا ومطالب بتدخل الجيش المصري لضرب سد النهضة. وعاجل قانون مصري جديد لفصل الموظفين بطرق غير تأديبية. في البداية حابين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جداً عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل حالة الطوارئ في مصر بأمر من الرئيس السيسي. وافق مجلس النواب المصري على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في مصر، وتمت الموافقة على قرار المعلن من الرئيس المصري رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة 1 من صباح السبت. وقال المستشار حنفي جبالي: توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة وهي ثلثاء أعضاء مجلس النواب، ولذا أعلن موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمد الطوارئ لمدة 3 أشهر. وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لمدة 3 أشهر من الساعة 1 صباح السبت الموافق 24 يوليو. ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ويفوض رئيس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ. مصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض لخبر آخر معانا. وبرلماني يرد على رسالة رئيس وزراء إثيوبيا ومطالب بتدخل الجيش المصري لضرب سد النهضة. قال عضو مجلس النواب المصري النائب ضياء الدين داود إنه يحذر من التلاعب بمصائر الشعوب، وجاء ذلك في تعليقه على أزمة سد النهضة. أوضح أن استخدام إثيوبيا من قبل الكيان الصهيوني وقاعدة عملائه بالمنطقة للضغط على مصر للرضوخ أمام آمال صهيونية بتمديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهاينة منذ إعلان اغتصابهم الأرض العربية في فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات بمحض وهم لن يتحقق، وأن معاداة حقائق التاريخ والجغرافيا لن تغير منها شيئا، وإنما ستكون صخرة تتحطم عليها أطماع الطامحين. النائب تابع وقال: جاءت رسالة رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة لتقطع الشك باليقين عندما تحدث بأنه يمكن أن يكون السد مصدرا للتعاون بين الدول الثلاثة، لذا فإن الشعب المصري ينتظر من قيادته وجيشه حسم تلك الأطماع بما يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وكبريائها وبقائها. وقال: سنظل دائما كما عاهدنا الله والشعب رصاصة بيد قواته المسلحة يطلقها بصدر كل من يحاول تهديد أمن وبقاء مصر وطنا وشعبا. مصدر معانا كان من المصري اليوم، يعني في التفاف كبير جدا حوالين الجيش المصري من البرلمان ومجلس الشيوخ والشعب المصري والحكومة. كل الناس يعني يتمنوا الانتهاء من هذا الكابوس، كابوس سد النهضة، وينتهي هذا الكابوس في حالة قيام الجيش المصري بتوجيه ضربة عسكرية، أو بمعنى أصح مش عاوز اقول الدخول في حرب، لان يعني لو ادينا قيمة لاثيوبيا موضوع هيكون كبير جدا، ولكن يعني قيام الجيش المصري باستعراض عسكري على سد النهضة وعلى اثيوبيا، هذا الامر مطلب شعبي، مطلب مجلس النواب، مطلب مجلس الشيوخ، مطلب كل اطياف الشعب المصري مسلم ومسيحي، كلهم عاوزين سد النهضة ده يعني يتنسف من وجود. وان شاء الله كلنا على ثقة كبيرة جدا بالجيش المصري انه قادر على هذا الامر وزيادة.
أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وننتقل مع بعض لخبر آخر وعاجل. قانون مصري جديد لفصل الموظفين بطرق غير تأديبية. مجلس النواب المصري وافق خلال جلسته العامة نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على مشروع قانون بشأن فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية. أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن مشروع قانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، كما أنه جاء أيضا لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانونا استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري. حصرت المادة 1 المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل. كما تم استحداث بند جديد بالمادة 1 برقم ه، جاء بحكم جديد يضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم. المادة 2 المستبدلة أجازت في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل، وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. وتضمن استبدال المادة 3 في الفقرة الأولى منها حذف عبارة وتكون لها فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72، وتحديدا المادة 10 المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل. مصدر معانا كمل اليوم السابع، ويعني ومن الواضح أن هذا قانون ينظم عملية فصل الموظفين الذين يرتبطون بكيانات إرهابية، يعني مثال زي جماعة الإخوان الإرهابية، أي موظف يتم إثبات عليه أنه ينضم لجماعة إرهابية يتم فصله في الحال وتأديبه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، متقلتش عليكم، جبت لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم عبد الله فقير إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.